زعموا أنني خلقت كي لا أكون سوى ذاك الإناء الاحتضان المني، كأني مجرد حقل وحرث، جسدي من غثاء وحيض، وحياتي تجري مرة صرخة مرة مومأة. فلماذا إذن؟ لماذا إذن يكتب الكون أسراره بيدي عاشق؟ لماذا إذن يولد الأنبياء في فراش امرأة؟ لماذا إذن لا أمجد ثديي والعنق ما بين ما حول والشفتين اليدين؟ لماذا لا أجر السماء على ردفي على الصدر والنحر والخاصرة؟ ولماذا لا أوحد بين الحياة وما سوف يأتي وما تكنز الذاكرة؟ جسدي ما أراه وما لا أرى، جسدي ما بدأت وما أبدأ، جسدي كل ما أتذكر، ما أتقصى وما أقرأ، ما أرى ما لا أرى، ما بدأت ما أبدأ، كل ما أتذكر، ما أتقصى وما أقرأ. جسدي قمر، قمر رحمة، قمر رحم، قمر بين ثديي في شفتي وبين ثيابي وفي خطواتي تحت جلدي، قمر لا لجن لا لرب، قمر من حجر. جسدي قمر، قمر رحمة، قمر رحم، قمر بين ثديي في شفتي وبين ثيابي وفي خطواتي تحت جلدي، قمر لا لجن لا لرب، قمر من حجر. Thank you.
لجسمي واسمي، أصلي لجسمي واسمي يتكون في الجلد، في الرئتين، في نبضة الخلية، في النفس الحر بحر أتقلب فيه. واهتديت وتهت غنيت صليت وانسقت فيه من فضاء إلى آخر. فلماذا تقول تعاليمهم جسدي ليس مني؟ جسدي ليس مني. جسدي قمر، قمر رحمة، قمر رحم، قمر بين ثديي في شفتي وبين ثيابي وفي خطواتي تحت جلدي، قمر لا لجن لا لرب، قمر من حجر. جسدي قمر، قمر رحمة، قمر رحم، قمر بين ثديي في شفتي وبين ثيابي وفي خطواتي تحت جلدي، قمر لا لجن لا لرب، قمر من حجر.